بالنسبة للفريق الرابع عشر كان عمله من سابق تقريبا سنة في محافظة الجوف الحزم، وتم يعني تم مسح أو تطهير تقريبا 6 حقول في الحزم، وتقريبا يعني كانت هناك الألقام يعني مزروعة بكثرة، وتقريبا يعني تم يعني نزع 1900 لقمة تقريبا مخلف الفرق الزملاء الآخرين. المهم خلال فترتي هنا في الحزم تقريبا تم تفجير يعني 5000 لقم مع الفرق المتواجدة في محافظة الجوف الحزم. وثم انتقلنا هذه الفترة إلى اليتمة شرق الحريرة تبت المسامير كما تشاهدون، والفترة حقنا كانت لحد الآن تقريبا أقل من شهرين، ووجدنا الألقام بالأضافة إلى القنابل، وتم تقريبا إلى حد الآن يعني بحدود يعني 350 لقم بهذه الفترة القصيرة، ولازلنا مستمرين يعني في العمل في هذه المنطقة لحيث وللعلم يعني وزي ما تشاهدون المناطق والحقول يعني كثيرة بزرع الألقاب والعبوات والقنابل.